صباح الخير أمل كعوش. صباح النور استوديو الجديد وصباح اليوم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك لوركا. حضرتك فنانة فلسطينية بس ولدتي وعشتي بلبنان. صح. بترسمي بتغني بتلحني إذا بدنا كمان وناشطة بمجال الصحافي والثقافي الفنية وفينا نقول باحثة كمان بالتراث والأغاني الفلسطينية. اشتغلتي على رسومات متعلقة ومرتبطة بالقضية الفلسطينية وبمواضيع الشباب إذا بدنا وقضايا الشباب. واشتغلتي أيضا بشخصية كرتون برسم شخصية كرتونية تيمنا باسم قريتك اللي اسمها ميرون. صح. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. هلأ أكيد بدقائق معدودة مش رح اختصرك بس خبرينا أول شيء كيف أنت بتحب تعرفي عن حالك من بين كل هو اللي قلته. أنا عرفتي كل شيء منيح منيح رواء. وصلت الفكرة. وصلت الفكرة. أنا خلقت بلبنان تربيت بمخيم عين الحلوة ومثل ما ذكرتي احنا جدر عائلتنا من قرية ميرون بقضاء صفد ويعني شغلي موزع بالفن ما بين الموسيقى تأليف الأغنيات. عندي اهتمام كبير بالتراث ما بقول عن حالي باحثة بس عندي اهتمام كبير ودائما بحب أنبش وأطلع هيك جواهر من هذا الموروث بلادنا يعني بلاد الشام مش بس تراث فلسطيني بشكل خاص. نعم. لما نحكي عن الأغاني التراثية الفلسطينية إذا بدك نتخصص بهذا الموضوع بنكون دايما لما منبحبش عنها وبنرجع من نعيد توزيعها أو منغنيها مثل ما هي ومنغنيها على كل مسارح العالم بنكون عم نأكد قضيتنا أو عمق قضيتنا أو عتق قضيتنا. صح. صحيح. هيك عم تحاولي تعملي كنت. هو التراث إذا بدنا نحكي بالصرف عن كل شيء هو موسيقيا جميل جدا إنما كمان في دور تلقائيا أي شخص عم بيغني التراث أو عم بيعيد إحيائه هو إنه كمان عم يحتفظ بهالذاكرة الفلسطينية. إحنا قضيتنا قضية ذاكرة جماعية فكل ما استمرينا بإحياء الذاكرة الجماعية كل ما قضيتنا لقيد الحياة أكيد. واللي عم بيحاول العدو الإسرائيلي إنه يمحيها أو يحسس وعم نشوفه بأشرس الأشكال بهاي الأيام كمان. نعم. بهاي الأيام طالما وصلنا لهاي الأيام وحتى ما يفوتنا الوقت يعني نحن كلبنانية أو كأي إنسان على وجه الكرة الأرضية عنده شيء من الإنسانية رح يلاقي رح يشوف بشكل كتير واضح قديه هذا الشيء اللي عم بيصير منه منطقي ووحشة ولا يبرر ولا بطريقة. صحيح. فأنت كفلسطينية متخصصة بهذا المجال أصلا شو عم تحسي وكيف عم تشوف الأشياء وكيف عم تردي بطريقتك يعني؟ يعني مثل ما قلت لوركا أي إنسان بالعالم بيشهد على الإبادة الوحشية اللي عم يرتكبها العدو الصهيوني تجاه أهلنا بغزة وبفلسطين ما ممكن إلا أنه يفكر بعدالة هاي القضية وأنه هذا الاحتلال لابد أنه ينتهي. بتصور إحنا اليوم إذا بدنا نقسم حالنا كفلسطيني أو كلبناني أو كسوري شو بتحس إلى آخره بنكون كمان عم بنجزئ القضية أكثر. إحنا قضيتنا واحدة والتقسيمات هاي هن اخترعوها من أيام سايكس بيكو يعني فيمكن كمان من خلال الحفاظ على موروث بلاد الشام إحنا كمان عم نأكد أنه إحنا أرض واحدة ثقافة واحدة لغة واحدة تاريخنا واحد محاومة واحدة طبعاً يعني لتحرير الأرض. بدنا نسمع شيء بهذا المجال إذا بتحبين. بنقول شيء من عذب الجمال قلبه من تراث بلاد الشام كما تغنى في فلسطين. عذب الجمال قلبي يوم الناوى عالرحيل الرحيل قلت له جمالي خدني قال أنا دربي طويل قلت له جمالي بركب قال أنا حملي ثقيل قلت له أول حمولك قال جهوة وفناجين قلت له ثاني حمولك قال عجايز طبخين قلت له ثالث حمولك قال صبايا مبروزين قلت له رابع حمولك
قال شبابي مع الناجين، قلت له جمالي قصدك، قال بلادي فلسطين. هلا شو حلو عن جد، يعني بتعرفين اغاني ما بنعرفها بس نفس الوقت بنحس انه نحن جواتها كانه بنرددها هي يوميا. هي جواتنا الوركا، هاي الاغاني عن جد في شيء بالجينات عنا اياها، هاي الالحان بتمس شيء فينا يمكن صعب انه حتى نفسره شو هو. طيب امبارح حضرتك بامسي موسيقيه نورتينا بجريده حبيبتي، انت كنت منوره على كل حال وهيك يعني فائدة مثل ما بقولوا بالغنى وبالثقافة، وعندك هيك أسلوب على كل حال أسلوب الشباب والصبايا اللي قاعدين عم بي يعني عم بيمارسوا مع الجمهور نوع من شو بقولوا تبادل المشاعر. عم تخبري كل قصة كل أغنية وعم تخبري شو بدكم وهيك، وكان اسمها الأمسي فلسطين راحت للأرواح. حلو العنوان، أخذته من مطرح كأنه لا قلت امبارح فلسطين راحت الأرواح، لأنه العرض هو من مجموعتين أغاني، مجموعة أغنيات من تراثنا من ذاكرتنا الشعبية من قبل النكبة إلى اليوم كما يغنى يعني مازال، وأغنيات بتواكب مرحلة الثورة الفلسطينية مروراً لنوصل لانتفاضة الحجر. اللي بيجمعهم موسيقياً هو مقام هزام يلي فرع منه اسمه مقام راحة الأرواح، فعشان هيك اخترنا العنوان يكون فلسطين راحة الأرواح. والتأويل للناس منتركه كل حدا كيف هو بيفسر هذا العنوان. نعم، كمان اشتغلت مثل ما قلت بالمقدمة تبعيتي على شخصية كرتونية من اسم بياتك ميرون. صح. كيف جسدتيها؟ عبارة عن شو الشخصية؟ ميرون هي فتاة مظللة الملامح، عندها جدلتين طوال، بتحب القمر وبتحب الموسيقى، عندها علاقة قوية بالأرض. ولما رسمت ميرون من قبل شي 15 سنة، يعني كان عمري شي سنتين ونص وقتها. ولا قلت كنت صغيرة وقت رسمتيها؟ لا 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 عم بمزح، نو أكيد لا، بس بمعنى أنه أنت وعيتي على فكرة أنه قريتيك وعبالك ترجع تستحضريها بطريقة ما. مظبوط. وشوفي أنا بالبداية عملت مدونة اسمها ميرون، كان هدفي أنه اسم قريتنا ينشر مجتمعين فيه، إيه لأن قرية صغيرة، إحنا كنا 300 نسمة يوم النكبة. ولكن مع الوقت صرت أحط رسوماتي بهالمدونة، وهي الشخصية خلقت وتلقائيا حملت الاسم. اليوم بعد هالزمن الطويل صار في أصدقاء لإلي بفلسطين يسموا بناتهم ميرون، يعني من وراء التواصل اللي بيناتنا. وأول ميرون خلقت بغزة، فكتير كتير كتير في علاقة وطيدة بغزة أكثر من مجرد أنه غزة هي جزء من فلسطين، أنا كمان صارت تعني لي بشكل شخصي. يعني كأنك فوت قريتك على غزة، صارت قرية ضمن منطقة يعني كبيرة جدا. تماما، بس نعم. كمان هذا الإشي يعني عنالي جدا أنه تولد ميرون قبل 7 سنين داخل غزة، وكمان عندي أصدقاء في رام الله وأصدقاء في القدس بسموا بناتهم ميرون، والاسم موجود من قبل، يعني في ناس بسموا بناتهم ميرون مثل مناطق كثير بفلسطين بسموها يافا وحيفا يعني بسموا الأسماء كثير عادية، كمان لتأكيد على أنه أرضنا، مثل ما انجبناه الاولاد وسمينا باسم رح نرجع ناخذها للارض وهيك. غنيتي بكثير من الاماكن بهالبلاد وحملتي قضيتك، وهيدي هي القضيه تبعيتك بكل وقت وبكل زمن وبكل مكان. هو ما فينا وحتى اغني اغاني عاطفيه على كل حال، بس كمان بنرجع للوطن اخر شيء، حتى بالعاطفه بنرجع للوطن. ما هو احنا ما فينا نفصل شيء عن شيء ابدا ابدا، هو كله مترابط، يعني بالاخر هي تجربه انسانيه. كل شخص بيستخدم الفن كوسيله تعبير بالاخر عم بيعبر عن حاله. صح. واحنا خليط من كل هالتجارب اللي قلنا وخبراتنا وذاكرتنا، ولما يكون في عنا قضيه حيه بصوتها عالي على وسع العالم اليوم اعلى من اي وقت ثاني، فكمان هذا هيك بيعطينا المزيد من الامل، يعني رغم اللي عم بنشوفه وعم نشهده اللي هو كثير قاسي علينا، لانه احنا بالاخر بشر، يعني انه اكيد بيكون عنا فائض من الحزن والغضب والقهر من اللي عم نشوفه، بس بنفس الوقت خيار انه نستمر، هو هذا قرار لنا. المشاعر شيء وقرار الاستمرار أكيد. وعدم الانكسار هو الاهم. نعم، كمان نسمع اغنيه بليز. طيب
هاي لفلسطين وللجنوب كمان للبنان. جنوب لبنان حلو. يما مويل الهوى يما مويليا يما مويل الهوى يما مويليا ضرب الخناجر ولا حكم النذل بيا ومشيت تحت الشتاء والشتاء رواني والصيف لما أتى ولع من نيراني بيضل عمر الفتى نادر للحرية. هل جبلة الحزن مع الأمل صح ما استحضار الأزمنة كلها مع بعضها عبيلي هيك اسأل عندي دايما هيدا السؤال وأنا كحدا بيكتب إنه يعني ماذا تقول الأغاني للضحايا أصلا إنه شو بتفيد بهيدا المطرح هلأ تحسي حالك عم شي مرة يقستي بإنه أنا شو عم بعمل دايما نسأل حالنا شو عم نعمل مش بس اليوم يعني كل الوقت في مساءلة إنه أنا شو عم بعمل وليش وكتير كان صعب خاصة بهاي الفترة إنه كيف بدنا نغني وإحنا عم نشهد هالكم من الدم يراق كل يوم اللي أنا شجعني أخذ هيك دفشة لأنه عن جد أغني كانوا أصدقائي اللي من غزة نعم إنه غني لنا نبقى نقوى بالضبط لأنه هي استمرار يعني هذا الشيء اللي أنا بعمله بدنا نستمر لأنه حتى ما يكسرونا كمان يعني دائما أنا بفكر إنه اللي احتل أرضنا ممنوع يحتل روحنا وهذا بدنا نستمر فيه الأغنية شو بتعمل الأغنية ما تقول الضحايا حسب شو احنا كلنا ضحايا اليوم فلما احنا عم بنغني هي لتعطي هالشحنة من الأمل للناس كمان اللي عم يسمعوا واحنا كمان لما بنكون عم نقدم على المسرح وعم نتواصل وهذا التواصل هو الأساس وأظن مش بس بالموسيقى بكل إشي احنا صرنا تقريبا من سنة الكورونا لليوم كأنه عملوا لنا نوع من التمرين كيف نتقوقع على حالنا وكل واحد فينا يفكر حاله انه بده يحرر فلسطين هو قاعد ببيته خلونا ننسى هالروابط اللي بيناتنا كله مدروس هيدا معمول بالتفصيل خلينا نشوف كمان فيديو ونرجع لعندك يلا أمل سمعناكي شفنا فيديوهات عنك دردشنا شوي مش رح بهالوقت القصير نغطي على كل مسيرتك اللي هي اصلا ما كتير طويله كمان بعدك زغطوره والدنيا كلها قدامك والتجربه مفتوحه على كل الاحتمالات بس نحن عم نحبك وبنشد على ايدك وبدنا دائما هيك انتاج لانه كلنا هيدي قضيتنا يعني لما بنسمعك بنكون كانه عم نقول اللي عم تقوليه وعم نتبنيه شكرا كثير على الكلام الحلو واسمحي لي بس كمان بهالمناسبه أكيد. اوجه تحيه لاصدقائي وزملائي جورج الشيخ على البزق مازن ملاعب على الرق امبارح كانوا معك صح كانوا معي امبارح وكمان صديقنا عازف الكونترباس مكرم ابو الحسن شارك معنا كمان بامسيه سابقه بفلسطين تحيتنا له كمان انا بضم صوتي لصوتك ونلتقي بامسيات اخرى ان شاء الله اهلا وسهلا فيك